احنا دورنا من وزاره الداخليه انه فما حالات. احنا دورنا ونيجي. اهم دوره هو تنفرج بوتس على الوقايه، ما يلزمش نطلبوا حتى يقع المحظور باش نعملوا رد الفعل. الوقايه من التثقيف، التوعيه، الاحاطه، نشوف وين موجود هذا، مين قاعد يخرج هذا الامر ومحاربته ضمن محاربته ومكافحه الارهاب يدخل في الاستراتيجيه هذه. اذا كان وقع المحظور احنا دور الوزاره هو في الاحاطه، في الرعايه، في المراقبه، في الانتشال العائلات هذوما وبرنامج كامل الاحاطه بهم. احنا كيف علمنا ان هذا الموضوع وجد حتى ما عندش ارقام، ما عندش معطيات دقيقه، لانه كل هذا هو من منظار وزاره الداخليه. حتى في هذا كان فما خليه ازمه موجوده مستعده لتتبع هل فلان حالات ولا لا، رصدها نعتبروها اعتداء ويدخل من نوع العنف المسلط على نسائنا وبناتنا. انه الاحاطه والرعايه والمراقبه وكل ما يحتاجونه هؤلاء البنات ولا النسوه، المزارعه على ذمتهم من اجل انها تعالج هذا الامر. جزء كبير طبعا معالج الاخرى من هذه الشبكات ومن السفر وهذا كله، معناها احنا نذكروا ونشجعوا وزاره الداخليه على انها تقوم دورها، ولكن كما تعرفوا ماهوش بكل من مشغولات وزارتنا. احنا من اللي هو من مشغولات وزارتنا نقوم به. نحن في حالة يقظة وفي حالة خلية موجودة إلا على ذمة هذا الموضوع. بالنسبة للرياضة القرآنية موضوع هام جدا. نبداو كيف هذا الموضوع كيف كيف نجمو نزيدو كيف نجمو نقولو كيف برشا كلام. ما فما حتى دولة ديمقراطية ما عندهاش تعليم ديني، لا يهودية ولا مسيحية ولا كاثوليكية ولا بوذية ولا أي دولة ديمقراطية. من الديمقراطية تقتضي أن نأخذ الاختلاف، مش رأي واحد ونمط واحد ونوع واحد، أن تصبح الدولة قادرة على احتضان الاختلاف. وما نتصورش تونس باش تكون علمانية أكثر من الدول العلمانية الأخرى. ونحن لا نحارب أبدا التعليم اللي فيه تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ الدين وكما كل الدول، مش تكون تونس استثناء. لكن شو اللي تحبوا يصير؟ أي فضاء يحتضن أطفال من حق وزارة شؤون المرأة والأسرة أنه تدخل، أنه تتفقدوا، أنه تشوف وجود القانون لهذه المؤسسة. نحن أي فضاء يحتضن أطفال ما نجموش ما ندقوش الباب وندخلوا ونشوفوا شو وقع بيصير فيه. والعديد من هذه الجمعيات، العديد فهمت هذا الأمر جيدا، ومعنا حتى مشكل معها لأنها ستلتزم بفرص الشروط، معناها تاخذ معنا وصف الإيداع وتصبح موجودة في السجل في هذه المؤسسة الطالبة لرياضة الأطفال. هذه المؤسسة أولا تصبح قانونية وتلتزم بفرص الشروط وتلتزم بالعلاقة اللي نصبوها بيننا وبينهم. اللي عنده أي مسألة أمام القضاء وأمامنا القانون، ونحن في تقديرنا مشروطة في المبادرات السياسية والاستعمال السياسي والتوظيف السياسي لقضايا يعني مفتعلة أو قضايا تخرج من سياقها أو قضايا يراد بها كلمة الحق يراد بها باطل. ومع ذلك في إطار التجربات السياسية أنا أقول أنا أشتغل في قطاع أعمل ما أمكن على أني بعدها على إقحامها في التجربات السياسية الموجودة.